السلام عليكم. اليوم نعطيكم هاد الحشوه ديال الرغيف كتجي زوينه. عندنا في المقادير عندنا بصله مشلطه، درس الطوماطه ومقطع، الربيع، الخرقوم، البزار، الكمون والملحه، وبطبيعه الحال الزيت البلديه. كلشي غنديروه في المقله فوق النار. غادي نديرو هادشي فوق النار وغنبقاو نحركو حتى طيح لينا ديك البصله وتنسجم العناصر كلها وتشرب ديك العطرية. كنكون انا خديت واحد ربع د القمرون، تنغسلها مزيان من التراب وتنقيها. هي كتاخدي اكثر من ربع، حتى كتنقعد كتحسبي ربع. وكنزيدها على في المقلة مع ديك فوق ديك المقادير وكنبقى نحرك حتى ينسجموا العناصر. من بعد كنزيد واحد حك صغير ديال لي شامبينيون دو باري اللي ما قطعتوش، خليته هكاك صحيح. بالنسبه اللي بغى يقطع القمرون يقطع حتى لي شامبينيون ماشي مشكل، كتقطعو حتى هما تيجيو مزيانين. تبقاو نحركو حتى كينسجموا العناصر. من بعد كنزيد واحد معلقه كبيره ديال اولا صغيره حسب الذوق ديال كل واحد ديال الصلصه الحاره، واحد 100 غرام ديال الزيتون بالعظم اللي بغى يقطعو حتى هو يقطعو، اللي بغى يخليه صحيح خلينا كنخليهم صحيح باش في الماكله تيجي كلشي باين. وتنحم دائما مع التحريك فوق النار. من بعد كنزيد واحد باكيه صغيره ديال الشعريه الصينيه اللي ديجا رقدتها في الماء سخون وقطعتها وضفتها للخليط مع التحريك حتى ينسجموا العناصر. كنخلي الخليط ديالي كيبرد وكندوز العجينه ديال الرغيف اللي انا درت فيها نص كيلو ديال الطحين، المهم 400 فرص و100 غرام ديال الفينو، معلقه ديال لابوطاغ، معلقه صغيره السكر، ملح، شويه البزار وشويه خميره الخبز، وتنخلطو بالماء وكنخليها ترتاح. كدير لنا كويرات صغار يرتاحوا، من بعد كنبسطهم كنسرحهم كندهنهم بالزبده والزيت المخلطه عندي. كناخذ الشكل الاول كندير نبسط كل كره رقيقه وكندير في الجنب ديالها داك الحشو وكنلف من تحت. من بعد كنطوي الطرف اليمين وانا دائما كندهن بالزبده خليط الزبده والزيت، وعاد كنجيب الطرف الاخر على الجهه الاخرى ودائما كندهنو بالزبده والزيت. من بعد كنلفو هاد الرغيفه على شكل سيجار باش كتعطينا واحد الشكل مربع. كندهنوه وتنستفوه في الطاوه وتندخلوها للفران باش كطيب لينا. اللي بغى يدهنها مزيان راه كيدهن، انا هنا ما تندهنش بزاف، بغيتها نحصل عليها الرغيفات يكونوا شويه ناشفين من الليدام يكونوا عاديين. هاهي ملي خرجت من الفران كيفاش كتجي، كتجي محمره وكتجي بنينه، حتى الحشوه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها. بالنسبه للطريقه الاخرى ديال المحي نشات، كناخذ واحد الكره اللي كانت ارتاحت وكنبسطها على الطول، ما كديرهاش دائريه، كنبسطها مزيان على الطول حتى نرققها مزيان، وتندير الحشو على الطول ديال داك العجين وكندلف فيه باش يعطيني واحد البودان اللي هو طويل. ودائما انا كندهن وما نقويوش، اللي بغى ليدام راه تيديرو، مبغاش انا ما تنديرش ليدام بزاف، كنخليها عاديه كنلويها. ومن بعد كنعطيها شكل حلزوني كيف ما غتشوفوا دابا في الصور. كندهنها حتى هي مزيان من الفوق واحد دهنه خفيفه، ومن بعد كندخلها حتى هي الفران باش كطيب وحتى تحمر وتنخرجوها باش كتعطينا هذا الشكل اللي غادي تشوفوا. من بعد كتقدموها مع سلطه خفيفه حتى هي وتاكلوها بالصحه والراحه. ونتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها وما تبخلوش عليا باللايكات وبالدعاوي ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.